هناخد مع بعض رزق ولو لمرة. نجوم في السماء لما تعرفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش، فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. منين يا هدى بتحبي تجربي حاجات جديده وعامله فيها مغامره وفي نفس الوقت بتخافي من الحيوانات؟ انا ما بخافش من الحيوانات. انا ما بحبش اقتني حيوانات في بيتي، لان انا بحس ان انا مش هبقى مسؤوله تجاه هذا الكائن 100% بسبب ظروف شغلي، وان انا ببقى معظم الوقت بره البيت وكده مش اكتر. لكن انا بحب الحيوانات قوي قوي. طيب هدى المفتي بقى حبت كم مره؟ انا حبيت مره واحده بس. يعني كان في ناس كانوا زي ما قلت لك مراحل عامه، او قدر بيحط ناس في طريق عشان تتعلمي حاجه او كده. بس انا كل مره بحس ان انا بحب بطريقه مختلفه، بس حبيت كام مره هي مره واحده، يعني بالطريقه الصحيه الناضجه اللي كده هي مره واحده. اتعرضتي في حياتك لاشاعات كتير، بتطلعي تنفيها ولا بتسيبي اللي يقول يقول؟ لا بسيب اللي يقول يقول، مش عشان حاجه بس عشان لو انا نفيت هتكدب ان انا نفيت، ولو ما نفتش في جميع الحالات اي حاجه بتطلع على السوشيال ميديا بتاخد وقتها في التحفيل وبتروح، فبسكت. يعني مش عارفه. تمام. ضحى اختك من اقرب الناس ليكي، هي ونانسي صاحبتك. قولي لنا مغامره عملتيها مع اختك ومغامره عملتيها مع صاحبتك. مغامره عملتها مع اختي دي طول الوقت يعني من احنا صغيرين، بس مش فاكره حاجه دلوقتي حالا، بس طول الوقت احنا الاثنين بنعمل مغامرات جدا مع بعض. زي ان مره قررنا ان احنا يعني نقلب عربيه بابايا ونسوقها، وانا ما بعرفش اسوق وهي كانت لسه متعلمه سواقه، كنا صغيرين، وخدنا المفاتيح فعلا. يعني نجحنا ان احنا ناخد المفتاح وننزل من البيت، وجينا عند العربيه بجد خفنا جدا، يعني قلنا خفنا قوي منه، فقررنا ان احنا نطلع تاني، وان كفايه قوي ان احنا عرفنا ناخد المفتاح ونقلبه وكده. احنا خلصنا اسئله، ودلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر ب VR تيست. يلا بينا هنشوف بقى هتعملي ايه عشان نديكي تاشيره المغامر. اوكي يلا جدا. يلا بينا. جاهزه؟ جاهزه. لا مش يا جماعه بتهزروا، مش عايزه تخشي جوه الدايره. يلا اوكي يلا. ما لحقتهاش. لا يا جماعه خليكي يمين. لا 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 انت رحتي فين؟ اي انا بقيت اشطر فيها عامه. انا قريت على نفسي. هدى انت 93% مغامره، وده هيديكي لقب مغامر مش سهل خالص. شفتي؟ فاجئتينا. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامره. يلا بينا. يلا بينا. يلا. قبل بس ما نمشي عاوزاكي تسجلي فويس نوت بقى لنفسك لحد معين، ومحدش هيسمع الفويس نوت دي خالص لحد ما تنزلي تحت. اوكي يلا. انت رايحه تعملي دلوقتي هدى. خلاص احنا وصلنا المطار، بس قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايزه اعرف مين كان نفسك يكون معاكي دلوقتي عيشي مع المغامره؟ حبيبه. طب ايه رايك نكلمها فيديو كول ونعيش معاها؟ ممكن، ممكن اعمل كده جدا. هاي حبيبه. هاي هدى. هاي. ايه الاخبار؟ كان نفسي تبقي معايا قوي بجد. اكسايتد، متحمسه جدا. أنا نفسي أعرف بس الوقت بالظبط، من أول ما هقفز لحد ما أوصل لتحت هيبقى قد إيه؟ عايزة أعرف يا كيمي. هكتشف بقى وأقول لك. ماشي يلا. أوكي باي. نجوم السماء، نجوم السماء. هدى جاهزه؟ لا. بص، اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا هنعمل ايربلين مود للموبايل، بس قبلها قولي لي انت بتخافي من ايه تاني غير ان انت تفقدي شخص قريب منك؟ بخاف من حسيس. يعني ايه حاجه؟ عندي فوبيا من التعابين مثلا. الاماكن العاليه بالنسبه لي كارثه 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 يعني. والنهارده جايه تحاولي تحلي المشكله دي. لا، عايزه اجرب احساس الادرينالين. اوكي جول. سووا نفسه. يا هدى، الحمد لله على السلامة، منورانا. انتوا اللي منورين. هنعمل لك أكلة حلوة، تحبي البسلة بالجزر ولا من غير؟ البسلة بأي حاجة، أنا بحب الخضار. انت دلوقتي ضايعة خالص. قولي لي حاسة بإيه دلوقتي؟ حاسة إني عايزة أعيط شوية. ليه؟ افتكرتي إيه فوق؟ لا، ما افتكرتش حاجة، بس المنظر ملهم قوي كده، حسيت إن أنا فاهم يعني، منظر حلو قوي قوي. فكرت في ربنا أكتر حاجة، إنه مرتب كل حاجة كده، وحاجات شكلها منظم وحلوة قوي. هتعملي مغامرة زي دي تاني؟ إيه؟ هتعملي مغامرة زي دي تاني؟ أه أكيد. أنت كنت خايفة قبل ما تنزلي؟ وأنا بنط من الطيارة كنت خايفة قوي 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 قوي. لكن ده توصفي لي الحالة اللي أنت فيها، لسه متأثرة بالحاجات الإلهية اللي شفتيها؟ أيوه لسه؟ طيب احنا عايزين نكمل التأثر ده بس في الانترفيو بقى إن شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا، نورتينا. يلا بينا، شكرا. عايزه اعرف ارتحتي بعد المغامره ولا ايه النظام دلوقتي؟ لذيذه حلوه المغامره عشان انت فيها ده مبدئيا. بس كلنا بنسال الدموع دي خلاص كان سببها انك شفتي منظر من فوق خيالي؟ ايوه. ووصفتيه بانه منظر رباني. ايوه. كلميني اكتر عن المنظر فوق. يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس هي كانت حاجه ملهمه قوي، ان في جزء اخضر وجزء ميه وجزء جبال وجزء وفي حاجات طايره من تحت، واحنا قد ايه صغيرين. حاجه حلوه قوي. يلا نسمع الفويس نوت اللي سجلتيها قبل ما تركبي الطياره ونعرف كان احساسك ايه. يلا. انت رايحه تعملي دلوقتي اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي بتخافي منها في الحياه، انت عندك خوف من المرتفعات، وانت رايحه تكسري حاجه جديده من الحاجات اللي بتخوفك او حاسه انها بتخليكي ضعيفه، وانت قدها واكتر كمان. انت دايما بتعملي كده. بما اننا في الاقصر وفي النيل ساعات بيبقى ملهم للناس، مش بس في الاستجمام، كمان ننزل ونعوم في النيل. جربتي تعومي في النيل قبل كده؟ لا، ولا مره طبعا. طيب قولي لي كده، في افلام كتير مرتبطه بالنيل، اشهرهم عروس النيل. لو هتعملي للفيلم ده مره ثانيه عروس النيل، هتختاري مين بطل غير رشدي اباظه في اللي موجودين دلوقتي؟ كريم عبد العزيز، آسر ياسين، ناس كتير قوي. انت فاكره لبنى عبد العزيز كان اسمها ايه في الفيلم؟ هميس، صح كده. طيب النيل دايما مرتبط عند الناس بالرومانسيه وبالحب. النيل مربوط عند هدى المفتي بايه؟ النيل مربوط عندي بايه؟ هو ملوش علاقه بالرومانسيه والحب، بس انا عامه بحب الحاجات، يعني بحب اللون الازرق، بحب السماء، بحب النيل، بحب اللون الاخضر عشان الزرع، الخضره، الحاجات دي. مش بيبقوا مربوطين بحاجه معينه، هما بيبقوا مربوطين باحاسيس بحسها براحه لما ببقى حواليا الحاجات دي. طب انت بتحسي بالرومانسيه او بالراحه في العلاقات عموما، اما حد بيهديكي بايه؟ عبر لك عن حبه ازاي؟ بحب الشمعة قوي قوي قوي، وبحب الزرع. لو حد جاب لي زرعه بحس انها حاجه رومانسيه جدا. هدى انبسطنا معاكي النهارده، يا رب يكون انبسطتي بمغامرتنا، ويلا بينا ناخد سيلفي مع النيل واحلى مكان في الاقصر. يلا بينا. في كل ونص هتلاقي دفا والخير. عشان